من الأمن لابس مدني وعليه جاكيت عسكري يرمي بالرصاص الحي على الشباب. وانا انقذت احد المتظاهرين السلميين من الشباب واسعفناه الان يعلم الله هل هو حي او ميت. عبد الله صالح رئيس عصابه وليس رئيس دوله. ارحلوا ولا تقلقوا علينا. علي عبد الله صالح رئيس عصابه وليس رئيس دوله. نقول الآن اسمعوا.